أهلا بكم من جديد. ثمن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة جهود العاملين في بورصة البحرين لمبادرتهم بعقد اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين عبر الوسائل التقنية عن بعد، مسهمين بذلك بدورهم الوطني في استمرارية مسيرة عجلة الاقتصاد الوطني رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا. وقد تم عقد 40 اجتماعا منذ 8 من شهر مارس عام 2020 نتج عنها عدة قرارات مهمة، أبرزها توزيع أرباح نقدية بقيمة 425 مليون دينار بالإضافة إلى العديد من أسهم المنح للمساهمين في هذه الشركات. أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الأول من العام 2020، حيث يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير. مشاهدينا، التقرير التالي يستعرض التفاصيل. تحت رعاية سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سيد زايد بن راشد الزياني، تطلق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مبادرة المجمع الإلكتروني mall.bh، وسيكون المجمع الإلكتروني بمثابة منصة إلكترونية تضم كافة المتاجر الإلكترونية والمنصات المرخصة من قبل الوزارة، مصنفة بحسب نوع النشاط التجاري على أن يكون الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي مصنف كموقع. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع بنسبة 0.07% مغلقا التداولات عند مستوى 1307 نقاط، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الخدمات. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1,634,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 315,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 76 صفقة أو 43 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية مشاهدينا، فقد أغلقت معظمها على تقدم، وكانت أبرز الفائزين سوق أبوظبي للأوراق المالية بارتفاع نسبته نقطتين مئويتين تقريبا. قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن السحب من الاحتياطات النقدية للمملكة خلال العام الحالي لن يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة، لكنه أشار إلى اعتزام الرياض إصدار أدوات دين بقيمة 100 مليار ريال فوق ما هو مقدر في الموازنة بسبب تأثيرات أزمة كورونا، لتضاف إلى 120 مليار ريال السابقة فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال بجانب السحب من الاحتياطات وفقا لما أعلن عنه ضمن الميزانية.
النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. الرئيس الأمريكي يصر على وجوب تسديد جامعة هارفارد لحزمة تحفيز تلقتها مؤخراً. أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي إيكاوا أن التداعيات الكارثية لجائحة كورونا على قطاع النقل الجوي قد تؤدي بحلول شهر سبتمبر المقبل إلى خفض أعداد المسافرين على متن الرحلات الجوية الدولية بمقدار 1.2 مليار راكب بالمقارنة مع عددهم في الأحوال العادية. وتوقعت المنظمة أن يكون الانخفاض الأكبر في عدد الركاب في أوروبا، ولا سيما خلال موسم الذروة الصيفي، تليها منطقة آسيا المحيط الهادي. ونبقى مشاهدين في أوروبا، حيث أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استعداد بلادها لتقديم مساهمات أكبر بكثير في ميزانية الاتحاد الأوروبي إزاء الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا. وقالت ميركل أمام النواب الألمان إن خطة أوروبية لتحريك الاقتصاد قد تدعم الانتعاش خلال السنتين القادمتين، لكنها أضافت أن هذه المساهمة الأكبر ستكون لفترة محدودة. حذرت منظمة العمل الدولية من أن تداعيات جائحة كورونا ستكون مدمرة على الوظائف والإنتاج حول العالم، ولا سيما في قطاعي السياحة والسيارات، مؤكدة أن سوق العمل سيواجه أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية. لكن المنظمة شددت على أن هذه الصورة لا تعني بأي حال من الأحوال أن العمال يجب أن يعودوا لمزاولة أعمالهم إذا لم تتأمن لهم شروط السلامة كاملة. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجوب أن تسدد جامعة هارفارد الأغنى في العالم ملايين الدولارات التي تلقتها في إطار حزمة تحفيز حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وحذر ترامب أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فسيقدموا على شيء آخر، مضيفا أن هذا المال مخصص للعمال وليس مخصصا لإحدى أغنى المؤسسات في العالم. وبعد وقت قصير من تصريحات ترامب، ردت الجامعة بأن 100% من الأموال التي تلقتها ستمنح للطلاب الذين يواجهون احتياجات مالية ملحة جراء وباء كورونا.